يعني المعلومات اللي كنت وصلوا بها دابا هي واحد السيد دابا يلا خرجوا دابا واحد 5 دقائق هزوا من سبيطار مولاي يوسف الدول السويسي، والحالات اللي توصلنا بها يعني راه كاين شي اموات في سميتو في سبيطار الغابه، يمكن كاين شي 3 ولا 4 هي الاخبار اللي جاتنا، وحنا دابا كنتسناو وهاد الناس اللي كاينين هاد الناس اللي دابا اللي في المستعجلات الحاله ديالهم مستقره وكاين واحد التحسن شويه ونتمنوا من الخير هاد الناس هادو الله يشافيهم. لحقاش ما نقدرش نعطيك شي حاجه بالتدقيق، ولكن كاين مباحثات وكاين كاين كنشكروا بعدا الدرك الملك وكنشكروا السيد العامل اللي واقف هو اللي واقف بنفسه على هاد الحاله ولا هاد الكارثه اللي تحصلت على جماعه السيد محمد منصور. يعني كنحضر بنفسه هنا، وكنوجه تحيه خاصه للرئيس ديالنا حاتم بن عرفه اللي هو الوحيد اللي كان جا سبيطار الغابه. جات الحاله ما الله اعلم، ما كنشوفوش، ما نعرفوش شنو كاين، ما كنقدوش نقولوا واحد الحاله راه مزيانه ولا عيانه. حاله الله اعلم، كيتسول نقول لك راه ولدك راه مزيان وصافي. كيفاش شفتوا هذه الفاجعه؟ كيفاش تقبلتوا انتم كاسره؟ تقبلها مالك ما تقبلها، تقبل هادشي راه حرام، هادشي راه ماشي بنادم ما يتقبل هادشي، لا تقبل هادشي راه ماشي مسلم. راه بنادم مسكين، راه كل واحد ملاوح جهه على ولادو، كاين اللي كيبات في السبيطار كل شيء. كله بايت ملاوح مسكين في السبيطار. فين منطقه انت بالضبط؟ انا في جر الملح. شنو ديروا معاهم؟ والدريه ديالنا كنعيش في تشازي، سكن واحد العام تما، المهم طاح مع هذا المشكل اللي وقع حتى هو طاح. المشكل اللي دار معاهم دابا راهم كيصطفوا كيداويو وكيخدموا داك الشيء، تيصبروا حنا ندوزوا داك الشيء ونساليو معاهم ديك الساعه ندخلوك نشوفوا. هذا هو اللي كاين. ما اش نقول لك، ما حنا ما عرفنا والو، ما استفدناش من هذا الشيء. شاهدوا جابوهم للطبيب، دخلوهم لهنايا، داروا لهم داك الشيء ديال التحاليل، داروا لهم داك الشيء وتهبطوا من السويسري باش داروا لهم الصفيه، صفروا داك الشيء ديال الدياليز. دابا ولدك شويه ولا فحال دابا؟ هما تيقول لك راه ولدي راه شويه، فلان راه شويه. راه تعال شويه، راه مسكين، راه ولا شويه، باش معنا باش نشوف بعيني مشتوش. ما خلاوش نشوفو. كيفاش شفتوا الناس اللي توفوا في اطار ما كتعرف حتى ما تفاجئنا فاش لقينا شي بنادم كيقول خاطر كراف مات فلان والمسكين مات، كاينه حاله وصافي، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي راه ما كاينه حاله. الدري انا بعدا ملي كنهضر على ولدي، انا ما كنهضرش على شي اخر، كنهضر على ولدي انا شي مشى تما في ديك البلاصه، ماشي حنا ماشي ديالنا هذيك البلاصه، بعيده علينا عند القنيطة حنا في جر الملحه، وجر مشى ما عارفنا مشى نقول لك اش تما تتصاحب مع الدري، بقى تما توقع هذا المشكل. كاين واش 30؟ اي 30 عام. لا ما جوش عزري باقي خدام. وشكون اللي عارف؟ ما عرفتوش انا، عام مشتو انا الدري. يعني الحقيقه ديال السوق هي خلاتو يصادر. يقدر يكون، المهم عام مشتو انا. ولدك ما كيشربش؟ كيشرب، علاش ما يشربش؟ كون كنشرب ما يقالوش هادشي. اه ولا كيشرب، ما يمكنش هادشي الحق وشربو. ما يتبلا ولا يشرب، ما يضلش تجلس في البلاصه اللي كيشرب فيها، راه ضروري. يعني هاد الغبر ديالو ديال عام سنه اللي غبر فيها هو اللي خلانا يشرب، ولا انت كنت تعرف جاي يشرب؟ لا لا ما كنعرفوش كيشرب في الدار، ولا يمكن ملي هاد العام ملي ولا يخدم راسو ويقاد براسو ولا يخدم يشرب راسو. ماشي اللي ما حبتيش تهضر مع ولدك تقول لي بركات؟ ما ماشيش فيها تشوفوا. راه ملي كنهضر مع الدنيا ديال اليوم راه ما كاينه حاله، دابا راه هو مشى غالب غايب هادي عام ما شفتوش انا، قلت لك يعني بعيد عليكم. لا راه عام هادي ما شفتو انا، بعيد عليا. قلت جاتني الخبر بين راه ولدك راه في السبيطار من واحد القنيطره. ايوا غاديين هنا القنيطره دابا انت داخل نص الشو دابا؟ اه داخل المستشفى عند المولى يوسف باش نشوفو، ان شاء الله كيخلونا نشوفو ان شاء الله. امين الله يرحم والديك. شكرا، يلا سي شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.